احنا ننتقل من اللاذقية للرستم بحمص، ومثل ما بنعرف من بداية الثورة في كتير طلاب انقطعوا عن إكمال تعليمهم بسبب القصف المستمر واستهداف المدارس والأبنية التعليمية اللي كان من الممكن أنه يترددوا عليها لإكمال دراستهم. هلأ رح نكون بالرستم بالمكتب التنظيمي والإداري بالمدينة، واللي هو مسؤول عن الامتحانات الثورية لطلاب الشهادتين الثانوية والإعدادية. خلينا نشوف. مدينة الرسان، المكتب التنظيمي والإداري في مدينة الرسان، رئيس مكتب الأستاذ فاروق الزعبي، تقديم طلبات الامتحانات في مدينة الرسان برعاية الإطار الوطني السوري بإشراف المكتب التنظيمي والإداري في مدينة الرسان. تقديم هذه الطلبات عبر هؤلاء الأبطال الذين يقومون بتسجيل الطلبات. الشهادتين الإعدادية والثانوية بفرعيها الأدب والعلمي. بسم الله الرحمن الرحيم. يقوم المكتب التنظيمي الإداري في المجلس الثوري في مدينة الرستم فرز طلبات الطلاب المتقدمين الامتحانات الثورية التي جرت في مدينة الرستم، حيث فاق عدد الطلاب من الذكور والإناث ما يزيد عن 3000 طالب وطالبة من الشهادتين الإعدادية والثانوية بفرعيها الأدبي والعلمي. كما نتوجه بالشكر للمكتب الحرائق المدني اتحاد الديمقراطيين السوريين بتغطية نفقات الامتحانات الثورية في الريف الشمالي لمحافظة حمص. طبعا تقوم هذه الامتحانات تقوم بهذه الامتحانات المجلس المحلي الثوري في مدينة الرستم بالتعاون والتنسيق مع مكتب الحرائق المدني لاتحاد الديمقراطيين السوريين، الذي قام بتغطية كافة نفقات الامتحانات الثورية التي تجري في الريف الشمالي لمحافظة حمص وفي مدينة الرستم. طبعا قام بالإشراف على هذه الامتحانات المكتب التنظيمي والإداري في مدينة الرستم بالإضافة إلى المكتب الشبي والثقافي، حيث وثقنا تسجيل ما يزيد عن 3000 طلب للذكور والإناث للشهادتين الإعدادية والثانوية بفرعيها العلمي والأدبي، وقد قام على المراقبة ما يزيد عن 60 مدرس ومدرسة بالإضافة إلى الكادر الذي يعمل في مكتبي التربية والثقافي ومكتب الإداري والتنظيم في المجلس المحلي في مدينة الرستم. كما قامت الشرطة القوية في هذه المدينة على الإشراف على الامتحانات وفض النزاعات التي قد تحصل بين بعض الطلاب، وتم بحمد الله تعالى وعونه تقديم الامتحانات كلها من دون أي حادث شغب أو ما شابه ذلك في هذه المدينة. والآن نقوم بفرز طلبات المتقدمين من الذكور والإناث بالإضافة إلى فرز الشهادتين الإعدادية والثانوية وأيضا الثانوي العلمي عن الأدبي. طبعا النتائج سترفع إلى الائتلاف الوطني وإلى مكتب الحراك الديمقراطي وإلى الهيئة المستقلة الوطنية المستقلة التي ستقوم بالمصادقة أيضا بالتعاون والتنسيق مع الائتلاف الوطني مع وزارة التربية الليبية. هناك أيضا عدد من المصححين والمراقبين والمدققين من أجل القيام بتصحيح هذه الامتحانات ومن ثم عرضها على الائتلاف الوطني للمصادقة عليها ورفع النتائج وعودتها ومن ثم عودتها إلى مدينة الرستم. أظن
الظروف الصعبة اللي عم يمر فيها طلاب مدارس مدينة الرستان أجبرتهم أنه يقدموا امتحاناتهم ضمن المساجد. خليكم معنا لنكون بجولة مع الطلاب أثناء تقديمهم للامتحانات. طبعا نتوجه بالشكر والتقدير لمكتب الحراك المدني للاتحاد الديمقراطي السوريين على قيامي بتحمل كافه نفقات الامتحانات الثوريه في مدينه الرستان للشهادتين الاعداديه والثانويه بفرعيها العلمي والادبي، كما نشكر الهيئه الوطنيه المستقله على التنسيق مع وزاره التربيه الليبيه للتكفل بالمصادقه على هذه الامتحانات. طبعا الامتحانات تتم عن طريق المجلس المحلي الثوري في مدينه الرستان، المكتبي التنظيم والاداره ومكتب التربيه والثقافه في المجلس المحلي الثوري في هذه المدينه. مدينه الرستان، المكتب، مكتب الحراك المدني لاتحاد الديمقراطيين السوريين باشراف المكتب التنظيمي في مدينه الرستان، تقديم شهادتي البكالوريا بفرعيها العلمي والادبي وايضا شهاده التاسع. طبعا تقديم هذه الشهادات في المساجد نظرا للظروف الصعبه التي تمر فيها مدينه الرستان، كما نرى وضع ابناء هذه المدينه في تقديم هذه الامتحانات. طبعا البطاقات هي عباره عن اثبات شخصي للمتقدم للشهاده، مخدوم بشكل كامل. طبعا هذا المسجد الثاني اللي متواجد فيه استاذ مرهف. الله يعطيكم العافيه، ونوجه تحيه محبه وتقدير لمكتب الحراك المدني للاتحاد الديمقراطيين السوريين الذي قام بتحمل كافه نفقات الامتحانات في مدينه الرستان للشهادتين الاعداديه والثانويه وايضا بفرعيها الادبي والعلمي. جزاكم الله كل خير، كل الشكر لمكتب الحراك المدني للاتحاد الديمقراطيين السوريين. طبعا هنا اطفال براعم مدينه الرستان بالكتاب في مدينه الرستان. يعطيكم العافيه يا شباب، جايين من الصحف البكيه، شو عم تدرسوا هون بالجامع؟ شايف هون انت عم تقدموا شهادات شيء؟ ها؟ شو عم تسووا هون؟ دراسه قراءه القران، يعني تحفيظ القران ما هي؟ انا حافظ جزء كبار. حافظين اي جزء هلا؟ جزء عمة. انا حافظ جزء عمة. حكيني انت؟ صرنا بجزء عمة. صرت بجزء عمة. او في عالم صارت بجزء الداريات وجزء طبارة. الله يعطيكم العافيه، جزاكم الله خير. يعطيكم العافيه. الشيخ المسؤول عنكم الشيخ الثاني والشيخ رياض. رجعوا مثل ما كنتوا. الله يعطيكم العافيه، رجعوا مثل ما كنتوا، جزاكم الله كل خير. هذا اطفال مدينه الرستان رغم القصف رغم الدمار. شكر لمكتب الحراك المدني للاتحاد الديمقراطي السوري. بسم الله الرحمن الرحيم، على الرغم من هروب طلاب ومدرسي مدينه الرستان من القصف في المدارس التي استهدفتهم مرارا وتكرارا، لا زال القصف يراقبهم حتى في اماكن امتحانيه في المساجد، وهذه احد الصواريخ التي سقطت على احد المساجد الذي تقام به امتحانات الشهادتين الاعداديه والثانويه الثوريه عن طريق المجلس المحلي الثوري في مدينه الرستان.
طبعا هذه الامتحانات ضمت الريف الشمالي لمحافظة حمص بأكمله وتوزيعهم في عدة مراكز حرصا على أمن وسلامة الطلاب والمدرسين. أسئلة بس تقوم بإشراف المجلس محلي الثوري المكتب التنظيمي والإداري والمكتب التربوي في مدينة الرسام. صباح إذا في مجال تصل بطاقات تصل معها مسكة قدامنا. طبعا الامتحانات تقام في المدارس في المحلات التجاريه حتى المسابقه. الامتحانات الثوريه التي تجري في اخر أيام الامتحانات في الريف الشمالي لمحافظة حمص مدينة الرستم مادة الكيمياء للفرع العلمي. طبعا الامتحانات تقام في أحد مراكز مدينة الرستم بسبب تدمير وقصف المدارس بشكل يومي وبشكل متعمد وتدميرها تدميرا كليا. ولهون مشاهدينا بتكون انتهت حلقتنا لليوم، شكرا لمتابعتكم، نشوفكم بكره بنفس الموعد بأمان.